لقد وصلنا يا مسرور. حمدا لله على السلامة. ياه، ما أجمل هذه البيوت. والمسك والعنبر، حنطة الموسم الفاخرة وبسعر زهيد. التوابل والبخور والمسك والعنبر. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. من فضلك، أين نجد شيخ الصيادين مصباح؟ اسأل ذلك الصياد الجالس عند الشاطئ عن موعد عودته، فقد خرج إلى الصيد. جزاك الله خيرا يا أخي. اسمع يا مسرور، اعتمد على نفسك، سأدعك عند ذلك الصياد ريثما يعود شيخ الصيادين مصباح. بسم الله، انزل. بسم الله. انزل. هذه حقيبتك. سوف أعود وأطمئن والدك على وصولك، اعتني بنفسك يا مسرور. أستودعك الله. مع السلامة. يا له من دليل طيب. يا عم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين أجد شيخ الصيادين مصباح؟ تسأل عن الشيخ مصباح، وهل ستشتري منه؟ كلا، ولكنه صديق قديم لأبي، وقد أرسلني أبي إلى هنا كي أعمل عنده. خرج للصيد منذ الصباح، وقد اقترب موعد عودته، يمكنك أن تنتظره، تفضل بالجلوس. جزاك الله خيرا أيها الطيب. قلت إنك ستعمل عنده، فهل تجيد صيد السمك حتى تعمل عنده؟ سأتعلم. التاجر مصباح رجل طيب، وله بنت واحدة وولدان، وهو يعمل في صيد السمك، ولكن ماذا يا سيدي؟ منذ فترة وجيزة تغيرت حاله فجأة، لقد صار غنيا، ربما وجد كنزا. لابد أن غناه كان نتيجة عمله في الصيد. الصيد لا يأتي بكل ذلك. لا. ها هو قارب مصباح. شكرا لك يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك يا مسرور. وكيف أحوال أبيك؟ بخير، ويرسل لك تحياته. أهلا وسهلا بك. دعني أساعدك في حمل هذه السلة يا سيدي. كلا، فأنت متعب من السفر بلا شك. بعد قليل سوف نصل إلى البيت ونرتاح كلانا. مسرور يا ولدي، أرجو أن تكون سعيدا بوجودك معنا. أنا سعيد جدا، وبالذات لأنني تعرفت إلى هند ونزار. ونحن كذلك، ابق عندنا مدة أطول.
اسمعوا، غدا بإذن الله تعالى نخرج جميعا إلى الصيد. شكرا لك يا أبي. لماذا لم يأتي ولدك زياد معنا؟ لقد كنت أظن أنه يحب الصيد مثلك. للأسف إنه يكره الصيد. سوف نصطاد في هذه المنطقة، استعدوا، أنزلوا المرساة. يا الله، لماذا يكره زياد الصيد؟ هو لا يقتنع بالصيد يا مسرور، ولا يرضى ان يعيش مثلنا، يريد ان يصبح غنيا بسرعة، انه الطمع. الطمع داء يصعب الشفاء منه، هذا امر مؤسف للغاية يا عم صباح. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه ويرزقه القناعة. ظهرت الإشارة. أية إشارة؟ لا 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 شيء، لننزل الشراء، علينا أن نعود حالا. انتهت رحلتنا بسرعة، هل سنذهب ونصطاد في مكان آخر يا أبي؟ فهناك عمل ضروري ينتظرني. خسارة. ولكن ما الذي ستفعله يا أبي؟ سأنجز عملا مهما. إلى أين ستذهب يا أبي؟ سأخبركم فيما بعد، سأخرج الآن وأعود بعد يومين، لا تقلقوا. ألا تريد أن يصحبك أحد منا في رحلتك يا عم؟ كل ما أريده أن تحافظوا على الصلاة بخشوع وتتعاونوا سويا. أستودعكم الله يا أولاد. لاحظت يا هند أن أبي قد فعل ذلك عدة مرات؟ صحيح، لقد تكررت فعلته هذا، وفي كل مرة يتهرب من أسئلتنا هذه ويخرج مسرعا. وهل يعود في موعده المحدد؟ أجل، وفي كل مرة يغيب لمدة يومين اثنين ويعود إلينا سعيدا، يحمل الحلوى والهدايا. حلوى وهدايا؟ حلوى وهدايا. ومن أين يأتي بثمنها؟ سألته فقال إنه يقوم بعمل كبير كي يحصل عليها. عند الشاطئ نجد مع أمواج البحر، جسر جاء ومد ثم مسير يسر، والأوقات تعد أحلى ما في العمر، والأوقات تعد أحلى ما في العمر.
الأمر؟ نسيتما موعد الطعام؟ حقا نحن جائعون. جاء الليل وكنا نمشي حينا نعدو، تعد الفرحة معنا يمضي معنا السعد. مصباح، الحمد لله على السلامة. عم مصباح، إن لدي بعض الأسئلة. إنني متعب الآن وسوف أجيب على جميع أسئلتك في الغد إن شاء الله. الغد موعدنا إذن. أهلا، تفضل بالجلوس يا مسرور. الوقت مناسب؟ هل أسأل الآن؟ نعم يا ولدي مناسب، لك أن تسأل عما تريد. في اليوم الذي وصلت فيه إلى هذه القرية جلست على الشاطئ مع صياد أنتظرك، وأثناء حديثي معه أخبرني بأنك أصبحت غنيا فجأة، وبأنه لا يدري من أين جاءك هذا الثراء. من عملي؟ هذا ما قلته، ولكنه لم يبدو مقتنعا وقال بأنه يعرف ما يأتي به الصيد. إنك ولد ذكي وجدير بالثقة، سوف أبوح لك بالحقيقة. إنه سر كنت أحتفظ به لنفسي منذ زمن طويل. ذات يوم كنت أصطاد في البحر، وأثناء عملي في جمع ما علق بالشباك، فجأة ظهرت غيوم داكنة في السماء. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم احفظني. بدأت تمطر، ارحمني يا رب. ليتني أرى صاحب الصوت لأساعده. النجدة. أين أنت يا رجل؟
وحدنا. يا إلهي أخطبوط. برحمتك استغيث يا رب، اعني على مساعدته. كيف اساعده؟ يا رب اعني كي انقذ هذا المسكين. أعني يا رب. ربنا يا الله، أغثني يا ربي أغثني. بعون الله تمكنت من القضاء على الأخطبوط، وتعلقت أنا والصياد بطوف واتجهنا نحو الشاطئ. وحين بلغنا اليابسة شكرني على إنقاذ حياته، وقال
إنه أراد أن يكافئني وأن يعلمني أسرار جزيرة اللؤلؤ، ولإعجاب الشديد بذكائك سأخبرك بكامل القصة الآن. الجزيرة أكبر منها؟ بلى، فالجزيرة مليئة باللآلئ الصغيرة والكبيرة، ولكن يجب أن نحذر شر الطمع. كم أحب أن أزور هذه الجزيرة العجيبة إن شاء الله. انظر إلى هذا الحجر. ها؟ إنها الإشارة. حان وقت العمل. الحقيبة والجلود والمادة التي تقي من حرارة البركان. أخي زياد، إلى أين ستذهب؟ زياد فلتخبرنا إلى أين ستذهب؟ زياد لماذا لا تجيب؟ لا تقلق بشأني، فقط اهتم بنفسيكما وسوف أعود بعد يومين. ذهب؟ إلى أين ذهب يا هند؟ لم يخبرنا، قال سيعود بعد يومين. رأيته فوق السطح يراقب البحر بمنظاره. لنذهب ونرى ماذا كان يراقب. رباه، إنها الإشارة. مسرور، هل قلت له شيئا؟ أنا لا أخلف الوعد أبدا. ربما سمع حديثي إليك عن جزيرة اللؤلؤ، مصيبة لو ذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. في بحر لولاه ما رحل الأحباب، ندعو يا رباه رد لنا من غاب. في بحر لولاه ما رحل الأحباب، ندعو
السلام عليكم، هل شاهدت ولدي الأكبر زياد؟ ماذا قلت؟ لم أسمعك، ارفع صوتك. قلت هل رأيت ولدي الأكبر زياد؟ لقد خرج ولا نعرف إلى أين ذهب، أنا قلق عليه. لقد رأيته في جزيرة الصخور البيضاء. شكرا، أدعو لك بصيد وفير. لابد وأنه يبحث عن جزيرة اللؤلؤ. ماذا قلت يا صديقي؟ ارفع صوتك، لم أسمعك. لا شيء، شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تجد زياد حتى الآن؟ لم أجده، وقد رآه أحد الصيادين في جزيرة الصخور البيضاء، ربما ذهب لجزيرة اللؤلؤ. ولما لم يعد يا أبي؟ لست أدري يا ابنتي، إن أقل خطأ هناك يكفي لإلحاق الأذى به، في الواقع أنا خائف عليه. وما العمل الآن عن مصباح؟ إنني مضطر للبحث عنه مرة أخرى، لابد لي أن أجد ذلك الشاب المتهور. ما رأيك بأن ننتظر الإشارة؟ هذا رأي صائب. أتسمح لي بأن أرافقك؟ إن الأمر خطير جدا، وأنا أخاف عليك من أخطار هذه الرحلة. اطمئن، لا تخف علي، سأكون لك عونا في العثور على زياد يا عم. دعنا إذن نرقب الإشارة. أظهرت الإشارة يا مسرور. ننتظر صباح الغد. رأيت شيئا؟ كلا، هات يدك. هيا استعد، هذه الدلافين ستوصلنا إلى جزيرة الطيور النائمة. اقفز! يا الله! بسم الله.
منزلنا. لقد اقتربنا، هيا بنا. هيا بنا. مسرور، هل أنت بخير يا بني؟ بخير، إنها فعلا رحلة المخاطر يا عم مصباح. متى نصل يا عم مصباح؟ اصبر يا مسرور، علينا تسلق هذه الصخور الآن. كن حذرا يا ولدي. والآن علينا عبور هذه المغارة. ألم نصل بعد؟ كلا، هل تشعر بالتعب يا ولدي يا مسرور؟ ومن قال لك يا عم إن مسرورا يعرف التعب؟ ما دمت بهذه الهمة فلنتابع. هيا. إنها خيوط العنكبوت. هيا كن جريئا. الآن علينا الالتفاف حول هذه البركة يا مسرور. علينا أن نكون بمنتهى الحذر أثناء مسرور لا تتحرك. لا تتحرك أبدا يا بني حتى لا تؤذيك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اصبر يا مسرور، اصبر يا ولدي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تحركت لآذتك. يا لها من حشرات مخيفة ومؤذية. توقفي أيتها الحشرات الجبانة، لماذا هربت؟ لأنها عرفت شجاعتك. انتظرني. ولكن هل تنتظرنا مخاطر أخرى في طريقنا يا عم مصباح؟ أجل يا بني، ويجب أن تكون متيقظا في كل خطوة تخطوها، فإن المخاطر تأتي فجأة. أين شجاعتك يا مسرور؟ إنها هياكل عظمية لمسلمين مضوا، اطلب لهم الرحمة ولنا الغفران، قل اللهم اغفر لنا ولهم.
مسرور، ماذا أصابك؟ مسرور، جميل، هذا الممر من اكتشافك. من اكتشافي؟ لنأخذ قسطا من الراحة. سبحان الله، أشجار وطيور، شلالات وصخور، يا له من منظر رائع بديع. أرجو أن تنسيك هذه المناظر الرائعة خوفك. انتظرني وسوف أعود بعد قليل. حسنا، سوف أنتظرك ولكن لا تتأخر. حبات جوز الهند هذه، كيف يمكن أن أحصل عليها؟ إنها مؤلمة، لكن ليته يلقي بحبات أخرى. عنده جوز الهند وعنده موز أيضا. هيا هيا أيها القرد، هيا كن كريما. يا سلام، هل أنت في حلم يا مسرور؟ نعم، إنه حلم جميل. مسرور يا ولدي، هذه هدية من قرد، موز وجوز الهند. وصلت في موعدها، فأنا جائع. وأنا جائع أحب الموز كثيرا يا عم صباح، شكرا لله على نعمه. وجوز الهند، ألا تحبه يا مسرور؟ هل تعلم ما فيه من فوائد، أم أنك لا تحسن إزالة قشرته للحصول على لبه الشهي وعلى مائه المنعش؟ ألا تعلم أن ماءه مفيد ولذيذ؟ ماءه؟ أجل يا مسرور، انظر كيف أقشر حبة جوز الهند، هكذا. علمني. حين تصبح من محبي جوز الهند أعلمك طريقة هذه. إذن أحبه. لن تقنعني يا مسرور. إذن سوف يعود مسرور إلى الموز. والآن يا مسرور تمسك بي، فهذا الكهف مخاطره أكثر من مخاطر الكهف الأول. لنتوقف هنا، لن نستطيع اجتياز هذه المنطقة إلا بعد انخفاض منسوب المياه في البحيرة. طريقنا تمر عبر تلك المغارة، أتراها؟
وكيف سينخفض منسوب المياه في البحيرة؟ البحيرة تتأثر بحركة المد والجزر على الجزيرة، ففي المد يرتفع منسوب المياه وفي الجزر ينخفض. ومتى نجتازها إذن؟ أبك، هل بدأت تشعر بالخوف يا ولدي يا مسرور؟ قلت لك أنا رجل جريء مقدام. ما دمت شجاعا كما تقول فتحل بالصبر، فالصبر هو مفتاح الفرج. الدواء هو الصبر والدعاء. رب أعدنا من هذه الرحلة سالمين غانمين ومعنا زياد. لا تخف، الخفافيش لن تؤذيك. ما زلت خائفة؟ الآن لم أعد خائفا. حاول أن تنام قليلا كي تشعر بالهدوء. هيا يا ولد. استيقظ، كفاك نوما. انخفض منسوب المياه ونستطيع ان نتحرك. انظر. اخيرا يا عم صباح سنستطيع ان نكمل رحلتنا الى جزيرة اللؤلؤ باذن الله. هيا يا مسرور، احمل هذه الحقيبة واتبعني. بكل سرور يا عم. هذه المرة لما لم تهرب من الخفافيش؟ لأنني شجاع. أحسنت، هكذا أريدك. قميص زياد، إذن فقد مر من هنا. نحن في الطريق الصحيح. ترى هل ابتعد كثيرا؟ أرجو أن يكون ولدي زياد بخير، أرجو من الله ذلك. ما الذي على الأرض يا عم مصباح؟ هذه مخلفات الطيور الضخمة، حاول ألا تدوس عليها. يا إلهي ما أضخمها. علينا التسلل دون أن تشعر بنا هذه الطيور. يا طيار خذينا طيري في الليل.
الأجواء نمضي بأمانينا بدعاء ورجاء. لن أتردد ما دامت سببا لإنقاذ حياة زياد. Thank you.
يا عم؟ هذه فوهة بركان، لابد أن نعثر على زياد بسرعة قبل أن يحين موعد انفجار البركان. يا إلهي، هذه فعلا لآلئ حقيقية، الجزيرة مليئة باللآلئ. يا إلهي، سوف أصبح ثريا، لا بل الأكثر ثراء في العالم. لآلئ عم مصباح، توقف، علينا أن نملأ هذه الحقيبة. هيا، ماذا تنتظر؟ يا إلهي، ما أجمل هذه اللآلئ. سأفرغ هذه الحقيبة لأملأها باللآلئ الجميلة، وأكد ستتسع لكبية كبيرة من هذه اللآلئ. لآلئ، ما بك؟ ما الذي يضحكك؟ ألا ترى اللآلئ؟ هيا املأ جيوبك. هل نسيت الشرط يا مسرور؟ أي شرط تعني يا عم؟ شرط القناعة يا مسرور، هل نسيت ما أوصاني به الصياد العجوز؟ لا، ولكن الجزيرة مليئة بالكنوز. لن أنسى أبدا أن صياد العجوز حذرني بشدة من الطمع، ثم هل نسيت أننا جئنا للبحث عن ولدي زياد؟ إنه على حق، علينا البحث عن زياد قبل انفجار البركان، دعنا من الكنوز الآن. رب ارزقني القناعة واجعل غناية في قلبي. انتظرني يا عم اصبح. إنها من قميص زياد وهي ملطخة بالدم. هل يكون ولدي المسكين؟ كنت دائما أحذرك من عاقبة الطمع. أملنا في الله كبير، لنبحث عنه، لنتوكل على الله. ونعم بالله. ولدي أين أراك؟ في شر من خير، هذه الروح فداك، أغلى ما في عمري. دماء، وهنا أيضا، إنها جديدة، لابد أنه قريب. الصوت يأتي من هناك، خلف تلك الصخرة. هيا بنا. أبي، ولدي زياد، حمدا لله على سلامتك. أبي سامحني، لم أستمع لنصحك لي. أرأيت ما يأتي به الطمع؟ أجل يا أبي، أجل رأيت، وإني لنادم. ما الذي حدث معك بالضبط؟ كنت أتنصت عليكما حين أخبرك أبي بسر الجزيرة، وأخذت أنتظر العلامة التي قال عنها أبي بفارغ الصبر، ومر كل شيء بسلام إلى أن عثرت على الجزيرة. ومن شدة طمعي ملأت الحقيبة باللؤلؤ إلى أن أصبحت ثقيلة جدا، وأخذت أجرها باتجاه الطيور العملاقة، ويبدو أن اللؤلؤ الذي كان يتساقط من الحقيبة قد لفت لمعانه نظر أحد الطيور. حينها لقد هاجمني وكأنني آخذ شيئا يخصه. أنا سوف أبدأ حياتي من جديد يا أبي، سأعمل بالصيد معك. كل ما أرجوه هو أن تكون قد تعلمت درسا مفيدا. لقد كان درسا قاسيا ومفيدا، ولن أعود للطمع ما حييت. مسرور، يجب أن نتحرك بسرعة، فقد اقترب موعد انفجار البركان. ولنضع الجلود ونطلها بالمادة الواقية من الحرارة. لننضي.